بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي، نشكر ربي على هذا الفوز. وين ما كان سهل، كان على بالنا باللي اللقاء يكون صعيب، خاصة الوضعية تاعنا وتاع فريق أمل الأربعاء اللي ما يسمح حتى لواحد فينا يتعطل. حنا كنا بيان كونسونطريون بريمير ميطون، حاولنا، كانوا عندنا دي فورس ما قدرناش نسجلوهم. دوزيام ميطون بيان بروفيتي في لي زوكازيون اللي جاونا، سنينا ليكيب بلوك ميديون وقعدنا نلعبوا على لي كونتر اتاك. الحمد لله ربي وفقنا، قدرنا نسجلوا ثلاث أهداف ونعودوا بفوز ثامن. نسير الفوز هذا، الفوز هذا خلينا نخمو بأريحية بقية الشامبيونا، وخلينا نحضروا بأريحية ثاني اللقاء النهائي. نشكر الانصار تاعنا اللي جاوا بقوه واللي ساندونا، كيلكو سوا في شلاف ولا في ماتش دو كوب ولا اليوم، نشكرهم. الحمد لله ما رجعوش خايبين. السلام عليكم. الحمد ربي على هذا الفوز اللي راكم شفتوه، ما كان سهل. اما الفريق اللي انا شخصيا نعرفه لعبته يلعبوا كورون ديفا، الحمد لله. وين بريمير ميطو قدرنا نجيريو بريمير ميطو تاعنا، وين اون با اونكيسي، جاونا دي زوكازيون وين كنا قادرين نماركيو جيريناها بيا. دي ساميطو عملنا بلي كونسي تاع المدرب تاعنا، وين قدرنا الحمد لله نلعبوا الهجمات المعاكسه، وين سجلنا ثلاث اهداف. والفضل هذا بيان سير يعود لصحابي، بيان سير كيما دائما نقول انا، احنا جروب والحمد لله الفضل هذا يعود لصحابي. ونشكر الجمهور هذا اللي جا عاوننا، الحمد لله فرحناهم. ان شاء الله الفرحه تدوم ان شاء الله حتى النهائي ان شاء الله. بارك الله فيك. فوز مهم صح، سي فري مهم، باسكو الوضعيه اللي رانا فيها ما تسمحناش نضيعوا نقاتلوا في الملعب تاعنا وخارج الملعب تاعنا. ظلنا دينا الشوط الاول متوسط، ما كناش في المقابله، ما دخلناش في المقابله، ضيعنا عده كرات سهله، ما كناش يعني ما عندناش هذيك الاراده باش نروحوا لقدام. الشوط الثاني نظن باللي تكلمنا مع اللاعبين ودخلنا باراده احسن ورغبه اكثر باش نروحوا للامام. دخول عدادي جاب الاضافه اكيد، ولكن الهدف الاول ثاني اللي سجلوا بالعربي كان مهم جدا بالنسبه لينا. هذا الشيء اللي حسيت به. من الناحيه البدنيه حسيت باللي ليكيب ثاني راهم ملاح، قادرين يطلعوا قادرين يهبطوا، وهذا الشيء ربما دار الفارق في هذه المقابله. على العموم مش كل اللاعبين، هذا يبين باللي التاهل تاعنا كان مستحق. تحس باللي كاين تحسن مقابله المقابله، كاين رغبه مقابله المقابله، كاين اراده. هذا الشيء يولي الفضل ليهم صراحه، يعني زي ما نقول لك الفضل ليهم، باسكو لاعبين يسمعوا الكلام، لاعبين اللي يعاونوك في العمل، هذا شيء مهم جدا. نتمنى باش ننهيوا الموسم يعني في احسن الظروف، وهذا ما كان. نشكرهم كثير، نشكرهم كثير، باسكو ما قدرتش نعبر على الكومبورتمون تاعهم وعلى المردود تاعهم مع العمل اللي نقوموا به. مش سهله، راهم يتعبوا، راهم يشقاو، يعني مشكورين على كل شيء صراحه. والله مازال ما كانش ايمان، نظن باقي ست مقابلات. لازمنا نتعلم، تكون عندنا تقاليد في العمل تاعنا، ما لازمناش تكون مقابله مليحه مقابله مش مليحه مقابله نار. لا لا، اذا كان واحد يحب يبروغريسي، باسكو لا موتيفاسيون تجيب لا بروغريسيون. واحد قد ما يبروغريسي يقدر يتحسن، ما يبروغريسيس ما يقدرش يتحسن. ما يبروغريسيس ما تكونش لونفي، باسكو الصح هي لونفي. واحد يكون عنده لونفي يوصل لمستوى عالي، وهذا لازمنا نبقاو عليه والتركيز نبقاو عليه ان شاء الله. نشكر جميع اللاعبين على المجهودات المبذوله، وين راحت لنا ثلاث نقاط مهمه داخل الميدان تاعنا، وين تلقينا الهدف الاول المباغت اللي كان هفوه من عندنا حنايا بصفه الاولى، من عندنا حنايا وين تلقينا الهدف الاول، وين حبينا نرجعوا في المقابله مي ما كتبش ربي. وراح نسعوا باش نعوضوا في قادم مباريات ان شاء الله لكتب ربي. الحضور تاع امل الاربعاء بربي ان شاء الله، ما تحقيق البقاء راح نضمنوه قبل ما ينتهي الجولات الاخيره، وين لازم نكملوا البطوله باريحيه تامه ان شاء الله. ان شاء الله مهم المقابله بشوطين. الشوط الاول كان لي صالحنا، سيطرنا ضيعنا عده فرص. الشوط الثاني نظن كنا خارج الاطار، نتحملوا مسؤوليه هذه الخساره ونخموا للمستقبل. ست جولات صعبه، نحاولوا نسيروها بكل امكانياتنا وبكل جديه باش ان شاء الله نديروا نحققوا البقاء نتاعنا. كوتش، نتائج المنافسين اليوم خدمتكم كوتش؟ نتائج المنافسين اليوم خدمت كثير امل الاربعاء؟ خدمتنا، لكن احنا اللي يهمنا الوضعيه نتاعنا والنتائج نتاعنا، نحاولوا ان نركز على النتائج تاعنا.